السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي عالم ام مسك. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. نزولا عند طلبكم غندير معكم واحد الجوله بالسياره ان شاء الله على المشاريع اللي ديجا صورتها معكم باش تعرفوا بالضبط فين جاو. حنا كنتواجدوا الان في الرون بوان ديال الضحى ديال العوامه البركه، كنظن ان كل شيء الناس كيعرفوها، هي اللي على يدك اليمين وعلى يدك اليسار. دوك العمارات اللي كيتبناو راني ديجا صورت لكم فيهم ديال بعض الشقق ديال مشاريع بن مسعود اللي بدون ربا، سكن اجتماعي ماشي اقتصادي. هادو هما الناس اللي قالوا لي هادو جاوا في الخلا والقيفاض. انا غير بغيت نوضح لكم ان البلاصه اللي كيوصلها الترونسبور فيها الوسائل النقل العموميه والخاصه ماشي خلا وماشي قيفاض. هذه بالنسبه لهاد البلاصه من هنا لافيل ما كاملاش 5 6 دقائق بالطوموبيل. وهاد العمارات هادو كانوا شي اخوان سولوني واش كاين هذا المحل التجاري للبيع، مشينا سولناهم قال لك بقاو غير جوج، واحد فيهم فيه 106 متر، واحد فيه جاشوكا وواحد 94 متر. ثمن المتر كاري هو 1.5 مليون المتر كاري لان محلات تجاريه. المهم خليكم معنا نوريكم الخلا والقيفا فين جا ان شاء الله، فرجة ممتعة. ما تنسونيش من لايك ومن التعليق اللي كتفرح القلب ديالي والبارطاج على اوسع نطاق باش اللي مهتم ياخذ فكرة على المنطقة اللي جاو فيها هاد المشاريع هادي. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وغنعطيكم بزاف د المعلومات كنتمنى انها تفيدكم. شكرا لكم وفرجة ممتعة. هاد المنطقة اخواني اخواتي كيسميوها المرس ديال العوامة. انا راه حاولت نسرع الصورة. هنا انفاس معكم كاينه واحد المدرسة، وهاد المنطقة هادي كلها راها تجزئات سكنية، يعني تقريبا واحد العامين وغتكون هنا شكل تاني كما كنقولوا. وهانتوما كما كتشاهدوا الدنيا عامرة، الطوموبيلات، المطار، الترونسبور. هاد المنطقة شحال هادي كانت كلها منطقة فلاحية، دابا تبارك الله العمران غادي وكيكتسحها. انا حاولت نزرب ليكم الصوره باش تاخذوا واحد الفكره شامله ان شاء الله. كما كتشاهدوا معنا على يدينا دليصال كاين مشروع سلمى اللي ديجا كنت صورته لكم في الاول. راه كنت صورت لكم كانوا يلاه بداو في الساس، دابا راه بناو بداو كيطلعوا راه داو لا كاف لتحت، يعني مشاريع خدامه. وكما كنقولها ونعاود نقولها، الواحد ما يسبق حتى يمشي يسول، يمشي يقلب على راسو ويمشي يسول على راسو. هذيك هنا انفاس معنا راها واحد التجزئه سكنيه، وهنايا عاوتاني المشروع ديال ماريا اللي كنت ديجا صورت لكم فيه الشقه النموذجيه واللي نالت الاعجاب ديال بزاف ديال الناس واتصلوا بهم. الشقة النموذجية نفكركم بها اللي كان فيها 3 غرف وصالون، والغرفة كان فيها دريسينغ. راهم مستمرين في البناء. وكما كتشاهدوا الطريق راها عامرة، وهنا كما كتشاهدوا انفاس معنا واحد مشروع جديد حتى هو راه تقريبا الشطر الاول راه كمل، هما دابا ديال الشطر الثاني. ان شاء الله غنصور لكم فيه بعض، نصور لكم فيهم بعض نماذج ديال الشقق، ان هادو المساحه ديالهم كبيره. المجموعه السكنيه الفتح الجوده والاتقان، ان شاء الله نتمنى انها تكون الجوده والاتقان. انتظروا الفيديو المقبل ان شاء الله، عندي واحد جوج مشاريع ان شاء الله غنصورهم معكم. وعاد ننتقلوا باذن الله للطلب ديالكم اللي قلتوا لي نصور لكم التجزئات، راني كنجمع المعلومات عليهم، لان التجزئه ماشي بحال المشروع كتلقى الناس اللي مكلفين به، كتلقى
كتلقى الناس اللي كيعطوك التوضيحات اما تجزئه، كتلقى ما كاين حتى شي حد قدامها، خصك ما عندك لما تعيط لا والو. المهم انا كنجمع لكم المعلومات باش نلبي الطلب ديالكم. انتما كما كتشاهدوا شقق متوسطه ومحلات تجاريه للبيع. ان شاء الله غنصور معكم هذا المشروع ونزلو فيديو خاص باذن الله. ماشي بعيد بزاف على داك المشروع ديال الفتح، كاين هنا المشروع احداث المنطقه مخصصه لاحتواء حرف الصناعه التقليديه بمدينه طنجه. يعني كاع داك الناس اللي كاينين في السوق ديال كاسابلاطه كلهم بغيو يتحولوا لهاد المنطقه هادي، لان هاد المشروع هذا كبير بزاف وكنتمنى انه يكون عصري اي موديرن على كاسابلاطه باش يتفاداو داك الحريقه اللي كتوقع وبزاف الحوايج اللي كيوقعوا. وكنتمنى ان داك السوق اللي في كاسابلاطه حاليا يرجعوه منطقه خضراء، ما يرجعوش عمارات. هانتوما كما كتشوفوا راه السوق كبير تبارك الله. اخواني اخواتي، دابا درنا دومي تور، غنرجعوا من رون بوان ديال سيدي دريس تشوفوا بعينيكم الخلا والقيفه. لان صراحه ما عرفتش واش الناس ما عارفينش هاد المنطقه ولا فعلا كتجيهم الخلا والقيفه. دابا شنقول لكم، كلشي تقدم، هذا هو السوق اللي قلت لكم غيرجعوا فيه ديال الحرف التقليديه او الصناعه التقليديه. صراحه الناس بزاف بداو كيهربوا من المدينه، بداو كيهربوا من التلوث. هنا باقي شويه المناطق الخضراء وان شاء الله هاد المشاريع كامله كتلزم عليهم انهم يخليوا واحد المناطق خضراء فين يلعبوا الدراري وكلهم غيكونوا سيكوريزي مسدودين. يعني داكشي اللي كيقلب عليه الواحد اللي نيتو يشري، انا كنقولها ونعاود نقولها، قبل ما يدفع حتى سنتيم يمشي يسول على راسو في المحافظه، ياخذ التيتر يشوف واش عندهم شي مشاكل، واش عندهم الرخصه، واش عندهم الواد الحار، لان بزاف ديال التجزئات السكنيه واقفه على الواد الحار. راني بغيت نصور لكم بعض التجزئات السكنيه ولكن كنلقى فيهم مشاكل. ملي كتسول اي حد كيقول لك الناس شراو ولكن ما عطاهمش الرخصه باش يبنيو على ود ما عندهمش، ما خرجوش الواد الحار، خصهم عاد يتفاهموا مع امانديس. هنا المشروع ديال سلمى، عليها كنقول لكم الواحد قبل ما يدير رجليه يسول على راسو مزيان وما يسمعش غير الكلام الزوين ويتشجع وديما يدير بوان دانتيغوغاسيون. هذه نصيحه لوجه الله، لان بنادم راه كيحط الخدمه ديالو، كيحط الرزق ديالو، كيحط داكشي اللي يجمع، وكتكون عنده واحد الفرحه كبيره ما كتخليهش يشوف بعض الحيتيات البسيطه اللي تقدر هادشي كامل تدمروا ليه في واحد اللحظه. انا كنقولها كيما كاين المزيان كاين الخايب، ولاد الحرام كثروا بزاف، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هذا ما نقول، اللي كيضر خوه المسلم حسبي الله ونعم الوكيل فيه. المهم انا درت لكم هذه الجوله البسيطه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله دابا ندير لكم جولات اخرى، وان شاء الله غنصور لكم في المنطقه ديال طريق الرباط من لهيه، يعني الجهه ديال زياتان ديال بوخالف، الجهه ديال اسواق السلام. ان شاء الله كاين مشاريع تما ولكن راه الثمن كيكون شويه زايد. المهم خليكم معايا، شجعوني، وان شاء الله راني كندرس داك الاقتراح باش انني نبدا نصور. اللي عنده شي حاجه بغى يبيعها سواء فراش ديال الدار سواء اي حاجه، غنخلي لكم واحد الرقم ديال الواتساب في صندوق الوصف، دخلوا عندي وقولوا لي بغيت نبيع، صوروا لي، تكون التصويره واضحه الفيديو واضح ومزيان، ما عليا انا الا نشروا لكم، واللي مهتم ندير النمره التليفون ديالكم وتواصلوا معاه بعيد عليا. المهم ندير معكم البيع اللي حيت كاين اللي كيبغي يبيع الحاجه قديمه. المهم ما نطولش عليكم، نخليوها مفاجاه، لايك اشتراك وبارطاج، وشكرا لكم وشجعوني. السلام عليكم.